الآن مع كلمة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء المدينة المنورة يلقيها الأستاذ عمر الأحمدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تسمح لي أخواني وأحبابي بنبذة بسيطة عن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والإخاء التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء برقم 14/1/1426، ويرخص مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتهدف المؤسسة إلى رعاية الأيتام وتمكينهم واستقرار في حياتهم المستقبلية بإذن الله. وإذا اليوم نحتفل الحقيقة بالعيد الوطني المجيد للمملكة العربية السعودية، العيد اليوم 94، إذ نعتز ونفتخر بهذا الوطن المعطاء وبقيادتنا الرشيدة على رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد. ونتقدم في حقيقة الأمر إلى سعادة المستشار مشعل سعود الأحمدي الحقيقة على رعايته المستمرة للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام والإخاء ودعمه المستمر للجمعية، فهو منا كل الشكر والتقدير والامتنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.